أكثر حاجة تكرهها في الراجل إينيس شنو؟ خلينا نفهم. بخل. يعني يكون مش بخل مش حاح. يكون بخيل إيه. مش حاح. مش هكا والله مش نقصد ماديات ما انه انت تعرف معناتها مش حاحه المش حاح مش يكون مش حاح في مشاعره مش يكون مش حاح في حنيته مش يكون مش حاح في 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 حبه لي مش يكون مش حاح في المش حاح مش حاح يعني البخيل يا نوفل البخيل انه هو في فلوس ما هو اول حاجه باش تمشي في مخك الفلوس انت انا مش الفلوس الحمد لله يمكن نقول لك نحبك تخرج بالجوتشي نحبك ليه مش بالجوتشي تخرج توحشتك توحشتك شانيل اه باش نعطيك احتمالات لو شجاعة جاوبني عليهم شجاعة وانت تعرفني انا شجاعة بعد شوية راك باش تشيخ بالماكلة معنا باش نشوفه في الريفيون ماكلة انا توا جعت جابيه هل تعيش مع راجل في قصر ويخونك ساعات ولا مع واحد وفي وفوق السطوح قبل كنت مع الوفي وفوق السطوح صراحة اي تو نحب ابو قصر ابو قصر ما تقوليش واحد فوق السطوح وخانك كمان لا انا ما تخنتش الصراحه نوفل انا ما بتخنش انا ما بتخنش انا ما بتخنش انا بخون انا ما بتخنش انا بخس بخس بيه. هل تعيش مع راجل عنده مليارات ومش حاح ولا مع واحد خدم حزام ويمد لك كل شيء اللي عنده محلاها كي انت تقول فيها محلاها هي تروديس عنده يمدهولك هي محلاها والله بالحق محلاها انت كي تقول فيها كي كل شيء يمدهولك اما محلاها صراحتك كي باش تجاوبني الاخر الاخر فوالا هل تعيش مع راجل عنده لامبرجيني ومنطقه عادم ولا مع راجل كلمه حلو كرهبته اللي عادمه في الكلام نو ما نستحملش انا حساسه يعني هذه من من ما نمشيش معك فيها حساسه وانت كي نعرف حساسه وكي تحب كره بامبال في وسط البلاد ويبداو يسبوا فيك في الكياس تفهم مش معناتها حساسه به هل تعيش مع راجل عنده طياره خاصه وتحكم فيه امه ولا على واحد معمل على روحه وعنده كره عاديه لا انا نحب اللي تحكم فيهم بحق تحب الطيارة الخاصة ميرسي لا انا نحب اللي تحكم في امه خاطرني انا نحب ماما ف يعني لي الراجل اللي يهتم بامه يعني لي يعني معناتها يجي خارج باش يلبس كوستيوم مثلا كرافات يقول لك نشاور امي باهية ولا معناتها بوركوا با كاني امه مزوقة وهكا وعندها ريق وبوركوا با باهي واحد ما عندوش فلوس ويسمع كلام امه ما عندوش فلوس ويسمع كلام برشا يقعد عند امه هذا ياسر لا فلوس ولا هل تعيش مع راجل فلوسه ما تتحسبش وعمره 80 ولا مع واحد شباب وسبورتيف ويسكن مع دارهم يسكن مع دارهم اي إيه على حسب دارهم اللي يسكن فيها كيف هي عادية معناتها عادية ديزيتاج معناتها الايتاج الفوقاني احمر بالياجور مازلت فيه في بارابول والاخر كبيرة والاخر 95 سنة معناتها بعد خمس سنين حيموتوا حيموتوا حتورثيه لا 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 نحب نعيش انا لا هو يموت اي اما نحب نعيش انا مع راجل يا بنتي يا هبله ضحي خمس سنين و حيسيب لك الملمه واللي فما ما اعرفش على حسب نحكي في الموضوع نمشي ونجي في الموضوع